غسان يوسف توما ملوءد إقنوميا سذرة عسيرايا الدراشة خميشايا. الدرس الخامس بتشقلق قوها درسة معلي أتشد معلي إقطعاي هوخ هل دها قو تخصى إقطعاي تخصى بطرة ما تشقلن شروايا وعودايا هوخ قو تخصى إقطعاي. أخي مسخ ما توخشو آلة ما إلي أتشد معلي إقنوماي أتلن أو قمايا إلى معلة بالخانة أو مورد العمل الشخرة السخرة يقارق يعني إجبار بالعمل ما يدعت دي بدل شخ مالا أقطع آيام شلطانة على الأكاري عوداية هالي ندخو بكث بشلي متوي مثخوي ناثة زودانة علي مني بالخانة شخرايا أو تشخرة زودانة يعني فرض لألي التزامات خرينة زودانة التزامات زايدة مني إيوا العمل بالسخرة أمرخلة خعمل زايد بالإجبار سخرة إلى الإجبار يعني بالغصب أمرخلة بالقوة متولة اللي التن أتشت ريانا من معلى إقطعاية إلى معلى سهماية أو عيناية الحصصي الوارد الحصصي أو العيني أمرخلة وإلى معلى بالخانة قليخة بقون خرينة عم بيشتت مرقنيثة إقطاعية يعني قليل بخاس كام خرينة بس الأساس الجوهر الإقطاعي وموجود قاودية معلى سهماية إلى إسكيمة يتر طوارة من إسكيمة قذماية يعني معلى سهماية يمسخ أمرخ بش متطور ويوة من معلى أقطعاية أو معلى شخرة أو معلى بلخانة إيوة شخرة يعني أتشا تريانا بش متطوري لي من أتشا قذماية من معلى إقنوماية بجوجخ أو معلى أقطعاية جوجخ المعلى تليثاية من معلى أقطعاية إلى معلى كسباية دي لمعلى كسباية قارخ للدخل النقدي أو الريع النقدي الدخل النقدي إلى إسكيمة شارخ لمخة أكارة بارع الإقطاعية تبريثة تبريانة شبيعة سهما إيث إلا بقاه إكنوثة بارع كسبة أو بارع طيمة التبريثة يعني فلاح بيولط إقطاعي الفائض الإنتاج أو تمرخ سهم سهما إيث على شكل أسهم وبقاها إكنوثة بارع كسبة أو بارع طيمة تبريثة بارع على شكل نقد أو بارع تمرخ له ثمن الإنتاج ثمن الإنتاج دي من هذا خيقارخ يعني العلاقة بالنقد بكسبة تي لمعلى كسبة يقارخ له الريع النقدي أخاتلن بربستة وشريتة كنوشية أقطعاية مخدن خين كنوشية أخا همين أتلن علاثة أسباب تبربست دقاها كل كنوشيا إقتاث كنوشيا بثردية أو إث الطقس خرينة بثردية إيثن لازم بربس أو كنوشيا تتآث كنوشيا خرينة بشوبدية فإيثن علاثة أخا همينا تبربست وشريت كنوشيا أقطعاية مسخ ما تخشو آلة لخا ما إلي علاثة تبربست وشريت كنوشيا أقطعاية أتلن ألثة قذميتة رويتة ومطورانوثة خيلة تبريثنايا أتلن تطور ونمو القوة الإنتاجية وإيبي نغزة إيبي بعوة واحد برستد مبلختت بالدانة برزلاية قارخ للمحراث الحديدي ومسرقة مر شناني برزلاية ومانت بالخانة برزلاية خلان يعني مبلخ له حديد قو بالخانة من نيل المحراث تحرثخ أرى المشطة أمرخ ذات السنون الحديدية أيضا قو حراثة ومانت بالخانة برزلاية خلان أدوات العمل الحديدية الأخرى جو نقصة ريثنا مشاريا مخا قديشت الطوارة جو عمليثا تبرشت برزلا وخبر خرينة وبارياثا تبرنع اللاية وتبريثة ماني من برزلا أكيد تطور بشرت برزلا عملية صهر الحديد تأمرخلا والأفران الأفران الحديد أفران صهر الحديد ودل إنتاج خكمة ماني من بارزلا لأخنا قلت ما بشرخ لي بارزلا يمسخ أوضخ ما تكبخ أبدي بايش مخمية وبدار خلقوا قوالب مصالة آوذ رقابة مديانة مني لطة مقدياثة نوراية مدقياثة تأمرخ لها نوراية بدارة أربسة عما بلختة بارود تأمرخ لها المدافع النارية بقرن الرابع عشر عما بلختة بارود بلخان خراواية ما تعدرن على المطورنتا تخيلت تبريثة صنعيات أقراوية بلطلة لنقليلة لين صناعات الحربية
من قليتة بارود وقليتة مدقياثا ورايت امرخ المدافع النارية بدارة 4 سر. نغزر ويعاية طورنت تصنعته تعزاله وسقارة الغزل والنسيج تأمرخله عزاله وسقاره الى الغزل والنسيج ببرستد مبلغت اتشد اسقاره تشاريطه وطورنت تصوعت برخه صبغ القماش تطور صبغ القماش اي اذا خعلثة البربستة ادآها كنوشيا اتلن ان كله ما ختمرن يوري قورو رويته ومطورانه تتخيل التبريثة ألا نغزة قد ميتات علاثة بربستة أن أربع بعو خرينه نغزة ريانة بيث تيلي من رويتا من علاثة بربستة وشريتا إلى قليتا تأغدانوثا أمتانيتا ظهور الدولة القومية مشارية من دخة عوزايا خيلانو ورابة من قومي أكاراي أيني إدشغش لياتي أي كنواثة معود لي المبصرتة منيانة أغداني نياثة أغديواثة إختعاية تأمرخ لا عوزاية خيلانة ورابة من قوم أكاراية تأمرخ لا ثورات الفلاحين أين تود لخحالة معود المبصرتة منيانة أغداني دويلات تأمرخ لا تقليل كمناطق أو كوحدات إقطاعية مبصرة الآها من دي بقليتة أغدانوثا أمتانيتا أتلن علثة أتليثيتا البربستا دكنوشيا إقطاعية إيوا قولاية جغرافية الاستكشافات الجغرافية مشارخ لمن دخة قولاية بشلي شوباني قلية على طوارة تخلبتا وتقروثا يوروبنيتا بريتا إيوا أساس الاكتشافات الجغرافية للتبادل التجاري الأوروبي تأمرخ لبريتا الخارجية بين أغدانوثا وأغدانوثا وش مطلع شرطة متوع على مشانيتا التغرثة وكرباثة دي لنائيت مشانيتا التغراثة التي والخاثة هلا خي مسخ أمرخ هو تعريف دي إلي خاصة ميلي مارلي شخلبتا تأمرخ لي تجارة مع العالم الجديد من العالم الجديد إني لتي والخاثة تيلي قارة أمريكا قارة أمريكا إقارة خلي تيو الخاثة أكيد متولة خا من دي خاثة أن جولاي جغرافية التغراثة وكرباثة السلع والبضاعة أمرخلة مشانيت التغراثة من يوروب التيو الخاثة أو العالم الجديد أخات لنترى نغزيم صخ ضيف أخلى اللهي هر مباشرة أي ألب أي خاوة ترى يمسخ ضيف أخلى الجمل يعني بيش دلثو هي زيادة منياني تشكيني بإسكيما غورا بخمائيث ما تقدم لي من داره بصورة عامة بش تزايد عدد السكان تأمرخ لا بشكل كبير ما تقدم لي من داره حسب ما تقم سبقيلي من عصور دارة عيروثة نغزة خراية أتلن تيل علاثة بربستة كنوشيا إقطعايا دارة عيروثة عصر النهضة رنييتا تورسلتا وتوراسا دود إذنا يكنوشياي بريشائيث جو إنجلترا لأن عصر النهضة الفكرية يواخك مصلحات دينية واجتماعية خاصة جو إنجلترا أن إيوا علاثة بربستا دكنوشيا إقطعايا بآزخ الطخسة رويعايا بطرة ما تشقلن شروايا وشقلن عودايا وشقلن إقطعايا اتلن تاثخ الطخسة رش ملايا تدخل تخسرش ملايا اتلن تخسرش ملايا قروس لي مقدموثا قد ما يلقيم تدكنوش يا رش ملايا المثخة تروي داري 4 سر و5 سر قم لك نوش يا رش ملايا اي مسخ ما توخلى فراغ قرن 14 و15 قوم ذيتت ايطاليا قربيت اي مسخ ما توخلى خسبوخ يخرينا إيطاليا الغربية وخكمة ومديناثة إيطاليا الغربية مدن إيطاليا الغربية وخكمة منواثة أرعاثة كوبي أين إلى الأراضي المنخفضة قارخ لأديوم أغدانوثة هولندا إقاريلة الأراضي المنخفضة أرعاثة كوبي سب ساحل دي يعني أراضي دي منخفضة هاوي أقل من مستوى سطح البحر في إقاريلة أرعاثة كوبي الأراضي المنخفضة نيذرلاندز أو هولند أديوم إقارخ لتتيذخ أرعاثة كوبي إلى أغدانوثة هولند بعدانا دي واسور اقطعاي خلال اللي قيمتت اسور رشمالي اقدانت مع رواد يوروب شوريلي من دارة اشتسر
دول أوروبا الغربية، أوروبا الغربية، غرب أوروبا، تمرخ لفرنسا لأسبانيا لبرتغال، أن دول غرب أوروبا أن مشوريلي من دارت اشتسرت مولاذا بعد دانت شوريلا رشما لا يوثا أو كليتا رشما لا يوثا وقتلن بلاطة رشما لا يوثا بلتت اقطعايب صابيتت عودوثا وبلخانت شخرا قو انجلترا قد ما يجينكو فرنسا وإيطاليا وأرعاثا كوفي كوفي ظهور الرأسمالية ايوا بو تسلسل ايوا قو انجلترا بالبداية وبعدين خش لقوا فرنسا وبعدين ايطاليا وبعدين قوا ارعاث كوبيت مرن ان يمسخ داخل الفراغات تيلا هولاند او الاراضي المنخفضه تيلا اثرت هولاند اجيو يوم تاخذها بشقلخ دغمي السائل تخسر ايش ملايا يمسخ ما تخلخ شو قال رش قلب ما الي دغمي السائل تخسر ايش ملايا مبادئ دغمي الى مبادئ ما الي اهم المبادئ التخسر إشمالية أو النظام الرأسمالي اتلن المبدأ الأول ملكايوثا ديلانيتا أو الملكية الخاصة ملكايوثا ديلانيتا الملكية الخاصة مشارخ للزد قد ملكتا وصرابا مبلغتا عثرة لقنيتا على العلالة وهاوي ملكايوثا ديلانيتا قو كل من تغراثة تبريثة تغراثة موبتا وقورش مالك إسبانيا يعني بلطلة الملكية الخاصة خمن أساسيات النظام الرأسمالي أنه كل شخص أتلى زدقة ملكايوثا إلى ملكايوثا دي لنيتا لقنيتا على علالة عثرة ومبلغتة عثرة وقنيتا على علالة جو خامن دغمة تخسر ملايا دغمة ريانا إلى مورايا وزعابة تقنيتا التنافس تنافس ودوافع الربح تنافسة منافسة مورايا لمنافسة وسوكار مراية خكمة برصافة عمق ذاذة بنيشة زيادة بوسامي رفاهية دي مزديلة الرفاهية الاقتصادية تقام رخلة تقام رخلة والمراية أنو قايثة قرتا قو تخسى ريش ملايا أكيد منافسة أتلخا هلا خمسة خمرة أي ميدع تديلا إلى خا أنو قايثة قرتا قو تخسى المنافسة مزيدالة أتلخا أنو قايثة قو تخسى إقنومايا دغمة تقمل إلى خيروثة خوباطة إقنومايا حرية النشاط الاقتصادي كاث برصوبة خيرة قو قابيتة أمنوثة باعيلة والمارد مالا خيروثة شرطة خب كل أتشت خوباطة إقنومها كل برصوبة إلي حر قو تخسر إيش ملايا تمقابة أني مهنة كبيلة أني أمنوثة باعيلة أني مهنة أمرخلة والمارد مالا خيروثة شرطة خب كل أتشت خوباطة إقنومها صاحب المال صاحب رأس المال اتلي حرية أوذ استثمار شرطاخ إلى استثمارات كل أتشت خوباطة إقنومها أني أتشت عاجب لي من الأنشطة الاقتصادية تقارخلة بجوجخ الدلث دغمة دلث ذروي عاية مبدأ الرابع من مبادئ تخسر إيش ملايا اتلن أورغنايوثا الطيمة آلية السوق أورغنايوثا آلية سوكال الشلطان تاع الخوبات أقلماي بأش بأرخت أورغنايوثا الطيمة قايم بزدي أو أورغنايوثا الطيمة آلية السعر أورغنايوثا الطيمة إلى آلية السعر أورغنايوثا الطيمة قيمة بزدروثا بين بوسقاند موبدانو وبوسقاند مبريان هلا خمس خمرخ لما يدع تديا إلى سيرة بترين بوسقان ترى قرارات المستهلك المستهلكين قرارات المستهلكين وقرارات ما بريانة تلا ترين ركزة السايد تلا السايد اقنومي السايد كل شوقة السايد كل شو لا إلى أن ترى مو بدان المستهلكين وما بريانة المنتجين جوجخ بعدين لنا نقزة يمسخ متوخ سؤال اللي هي ما إلي مشق لي لنا إلا بو بيث وقمل أخي مسخ ما توخ سؤال ما إلي مشق لي دريش مالا تقرايا ما هي مراحل رأس مال التجاري الرأس المال التجاري اتلن أول مشق له إلى قيمة التقارب بالزوانتا شراء تبرياثم ترسي من جيب أوماني أوماني وكين زابنتي جو شوقة أوماني من يعني قيمة التجار زوني سلع أو المنتجات من اللي ويذن له أمانايا الفنيين التمرخ المهنيين وبعدين أنا مزبني لي قو شوقة وبشت قرية آها مشقلة مشقلة شخمالة زوانتا استثمار أو احتكار الشراء أنا بزوني له وأنا مزبني له من فنيين أو حرفيين زوان تاكو شو بيش القرية بيث اتلن مشق لا
دعوارتاد عملياتا مصعاية الزوانتا التبريثا طيوة وزابنتا، يعني بيشكا وسطاء عمليات وسطاء وسيطة أو وسطاء بعمليات البيع والشراء، زوانتا شراء وبيع. قيمت التجاري بمزيتت أمناي بملوء قذماي أننقاي التبرياثي، يعني أن تجاري نفسه ما بيو يطاع دنا فني أنت لآني وهذا الإنتاج بيويله ملوء قدمه المواد الأولية تسنقي اللي تتنبلطي لتي غرطة دي كل أمانة سانق ملوء قدمه من موفر الذي من مبريل الذي أن تجاري تط بعدين زوني لتبرياثة دي هذا خل نقزة دلث أتلن قيمت التجاري بلغت قيمت التجاري بلغت دملو قدماي أن نقال تبريث صناعيات جو بيثو يا ثي عن طريق المنازلة أمرخلة وعن طريق أسر ما بلغي لأن ملوء قدماي يأتي لأنقاية التبريث صناعيات أو أنقاية لإنتاج الصناعات أخذت لنخا تعريف قارخ لكشايا دريش مالا شايا دريش مالا تراكم رأس المال بشتي ديعة مثخد أرخم بلتا دكنوشي أقطعي وبريتت السوري ريش ملايا مثخد كشاية شروياثا ريش مال أو كشاية دريش مال أو التعريف دي ليه بشتي ديعة مثخد أرخم بلتا دكنوشي أقطعي وبريتت السوري ريش ملايا يعني سقوط النظام أو المجتمع الأقطاعي وظهور العلاقات الرأسمالية قارخ لمثخد كشاية ريش ملايا كشاية دريش مالا بعدين اتلن اخ يمسخ ما تخشو آلة ما الي علاثة ريشاي اخ علاثة ريشاي معود لي العملية تدك شاية ريش ملايا ما الي اسباب الرئيسية تود لي تراكم رأس المال كشاية الي تراكم يعني من دي رش من دي اتلن عامولي قواي وعامولي براين تقزاي لبقونا زرقة عامولي قواي الي عملية مثل نايثة دمناثة من علال المبدانة ونوباقة قو قغلة شرتاخة يعني تخصص خارج جزء من الدخل للمستهلك ومبقت او صرفه جو قغلة شرطة في مجال الاستثمار عمولة براية اتلن كي قنطرني جو عمليثة اسلبت ودقنوتة عرصلة علي معلانة كياناي وبرنشاية العمة شعمراية السرقات تبشلي من المستعمرين الاسبانيا بياتم شلطنا اللي هاو الانطوسة المستعمرين تخش له الامريكا تامرخ له على المخاثة او المطمو ذي الاكتشاف فبنولة رابا من ديانة اتلن برناشاية تقروثة وتقروثة عودة العم شعمراي وما لا يرمست الاسبانيا بياتم شلطنا بين شنت ألبو وخمشمو اسري وخا هل ألبو اشتمو اشتي يعني بثرة ما اكتشاف قارة امريكا اسبانيا قنولة من دي بشتا او مشلطنة من دي بشتا البطن من سيما من الفضة وترمطني اني مسخمتو خلا فراغات اني وشيتا اي اني وخدانو ثا اسبانيا بشيتا البو خمشة مو اسري خا هل البو مو اشتي واشتي مشوريلا مشلطنة شقلة البطن يعني خك ما يثرابة خيل انتي لها من الفضة وترمطني من دهوة قوية بشتة امريكا لاتيني تسب اني خشوالة قموذي ولقولايا تيمرخ بالبداية ب 1492 اتلن من البرتغال بلطوال كريستوف كولومبوس وباثر هذا خثيوة الرابة من يوروب فخامن اغدن واثا ديوة اسبانيا مشق للطوارة دريش مالا اخي مسخ متوخشو آلا ما الي مشق للطوارة ريش مالا يتطور الرأس المال اتلن عودانا يوثا ريش ماليتا بشطة السهلة التعاون عدرانا إلى التعاون الرأسمالي السهل بسيط يمسخ مرخلي قواها اسكيما من بلخانة قايم من يانا من برصوف مغذاذي باسكيما مبو عاية بيبالة خاث بلخانة أو بعملية مشخل بأسيرة بغذاذي يعني خا قدوة شكلي قايم خا عدد معين من أشخاص مع بعضها ومغذاذي خاذ بلخانة أو بعمليات مشخل بسيرة بغل يعني ها من هاوي عمليات الأخاذ بس اتلا علاقة خاذ بخرين ومطورانوثا أخذت لن فراغ يمسخ أمر أخلي أخذت لن فراغ عدرانا يوثا ريش مالي تبشطة إلى مشخ لقذ مايا يمسخ دارخ لفراغ أي قوة طوار ريش مالايا يعني أي مرحلة إلى المرحلة الأولية قوة تطور
رأس المال. أخي مسخ ما توخ سؤال لنقزي ما إلي بلاطت عودو يا ثارش ما لي تبشطة، يعني عدرانا يو ثارش ما لي تبشطة نقزة قذ ميتة إيبا نتائج ما إلى نتائج نقصة قد ميتة عدرانا يثرش ما لا تبشطة أم رخلة التعاون الرأسمالي البسيط أتلن أن نقزة تيلا خمسة نقزة واحد زيادة تبريثة بالخانة زيادة إنتاج العمل صارت الزونة بالخانة أن قال تبريثة تغورتا تقليل زمنة أم رخل العمل الخاص بالمهم لإنتاج السلعة صارت نبقاثة تبريثة وريم تدقنيتا تقليل نفقات الانتاج وارتفاع الارباح صارت اجرت بالوخ وزيت تقنيته تقليل اجور العمال تامرخله وارتفاع الربح وبرشتت استقصد بالخانه من استقصد رشماله توضخ تفرقه او جدا برشخله بجدا عناصر العمل تامرخله عم عناصر راس المال اتلن بيث مشغل طوار راش مالا بثو مشغل عدرانا يثر ايش مالا يتبشطة اتلن بيث مشغل التبريثة قو مصنعي ايداي يقارخ لا ميني فاكتوري ميني فاكتورا برسلي اسكامت ميني فاكتورا التبريثة المثخة بين بلغة دارة اشتسر وبلغة قذماية من دارة ما نعسر يقارخ لي ماني فاكتوريا إلى عدران ويثا قمت على الأسة تبلغت بالخانة ومدل أن ويثا قو عملية التبريث يعني التخصص قو عملية الانتاج إيه خارخ لأماني فيكتوريا إيمال برس ليم سخدار خاص بقيا بدارة اشتعسر وبلغ قد مايا من دارة اتمان عسر أخي اتلن بعدين ما إلي اسكيم دماني فيكتوريا تري اسكيم اتلن أخي مسخدار خلا شؤالة اسكيم سديرة واسكيم مشخلفة شكل مرتب وشكل مختلف أن اسكيمت ماني فيكتوريا عارف أخلي كتخة من ناهي اسكيمت ديرا عاور كوناشا بعمليثة عقبانه أسراني كاث بايش بولاغة بالخانة على العمليات متخبئ يبايش تقسيم العمل حسب عمليات محددة اسكيمت مشخل بابايش مبلغة بالخانة بين بالوخة على الأسد مناواثة على شكل أجزاء هو أجزاء ترياني لي هاو كوناشا وأن مناواثة مبرياني مطيوة تياوي على شكل أجزاء إنتاج المتاح اللي هر هادخ اتلن اتلن تأمرخ لي مشغلة ليثايا الى مشغلة تبريث صنعياثة السناية الصناعات الآلية تأمرخ لي مشارخ لي مخة تعريب دي كثشوري لي قوم صنع تنايا ثورة الصناعية تأمرخ لي عن بروياثة السانة اختراع الآلات بالوخو برستيوي والسانة بشوراي اصعاب بخيلة برناشا قو خيوة او بوخة وبارياثة السانة هو باي ايوة قومة قومي كان يكثة زوعة اكيد تأمرخ للغازية قومة شريلة قومة صنع تنائي ايكا قو انجلترا مختيدوتو اول ما تشريلة الثورة الصناعية اختراع الالات وايوة السانة بشوراي ازعاب بخيلة برناشة او خيوة او بوخة اول شي حركة عن طريق الانسان او الحيوان او الرياح لكن بعدين الآلات البخارية أمرخ لها إيوة قومة قومي كنايثة باختراع المحرك البخاري قو انجلترا إيوة ثورة صناعية رابخي لانتا قو الحركة وقو صناعة مشغلة قومة صنع تنايك شايد ريش مالايثة الثورة الصناعية أمرخ لها تراكم رأس المال مشارية من دخة قومة مخة قومة صنع تنايا وطوارة تكنيكايا سوكالا رويتا سره والسهم من رشمالا وإثم النيش ويل التبريثة السناية بنيانه الساية وهولي الساية أكيد أو قوم مصنع تنايا وطوارة تكنيكايا باثر مبلغت ماطورة هوغايا أو المحرك البخاري من قبل جيمس واتغو انجلترا سوكالا رويتا سره والسهم من رشمالا إث من تطور أجزاء رأس المال أو حصص رأس المال ويتمنى يشويل التبريثة السناية بنيانة بنيانة السناية وهو المواد الأساسية البناية البنية الأساسية أمرخلة قو آها مندي بعدين أتلن السورة بين أخ أتلن فراغ السورة بين رشمالة ستيتا ورشمالة مشخلبة بيش قريب السورة هداما يمسخ ما تخلي فراغ أو روكاوا هداماي رشمال يعني ترى تعرف اتلن بيش قريت فراغات اما السوره هداماي او روكاوا هدامايا الريش ماله اخذت لنعلل كما ديوا السانه بشرابه من منيانه بالوخه
مبلخ له او روكاوه هدا ما يريش ماله خالب من صنعته لخريته، اخذت له نعلل روكاوه هدا ما مختلف من صناعه لخريته. التركيب العضوي لراس المال يختلف من صناعه لاخرى. بونايا ديا امشاري من هل ستيتا كما ديوا السانة بشرابة من يانة بالوخة مبلخي رايم روكاوة، يعني كما تهاوي الآلات بشرابة من عدد العمال او روكاوة من يانة دي رايم عمك شايد رشمالة زايد روكاوة هدا ماي رشمالة او باصر منات رشمالة مشخل با خيلة بالوختة وزايد رشمالة ستيتا. يعني المهم تلا بين دي قوسين باصر منات درش مال مشخل برا اسم مال مختلف خيلة بالو خايا وزايد رش مال ستيت او يقارخ لروكا واحد دماية اتلنقو هيث مشقلة شخ مال امبريالية الاحتكار والامبريالية الاحتكار والامبريالية قليلة اها مشقلة تعريف دي بشوعين وثمانين من دارة الشعسر يعني دارة عويرة القرن التاسع عشر بسبعينات وثمانينات قليلة امبريالية عم شخلا بقورة الشولامة 80 دارة أسرين وشامة ها مشقلة أكيد في نهاية قرن العشرين بش الاختلافات ومستمرة هالاختلافات رابا غوري قو نهاية القرن العشرين ما إلي شو ما هد آها مشقلة أتلن مزقتة رشمالة صنعتنايا عم رشمالة مصر بايا تقرايا مزج رأس مال الصناعي عم رأس مال التجاري قليت الشوتاي بياثا شخ ملاية كتلياثا اقنوماية اخ كارتيلي تريست و كونستيوم اغدنايا بلطلخت من مؤسسات دولية تكتلات احتكارية دولية وليولين طوسي اللي يمستخدم رخلة فراغات كارتيلي تريست كونستيوم اغدنايا برست الشوتاي بياثا سقيهم شخل بيت جنسايوثا مؤسسات متعددة الجنسيات قبلقة تريانا دارت عشرين منتصف قرن العشرين نيتت بلغتت مبوعة معلانة قضماي بين أغدن واثر إش ملاي بوري إعادة توزيع تمرخ لمصادر الموارد الأولية قو أغدن واثر إش ملاي قوري وهر هادق أتلن أخا قو مشق لخريتا ديلا مشق لد عولمتا مشق لخريتا إلى مشق لد عولمتا ميدعت دي الى مشق لخرايا من ان مشق لد مطيلة على ريش مالاي ثهل اديوم المتيلة اهم مرحلة مرحلة العولمة قليلة بشوراية تشعين دارت عويرة يعني قرن العشرين يمسخ من تاريخ لفراغ بداية التسعينات من العام من الدا من القرن الماضي قرن التاسع عشر تشع سار قرن العشرين تأمرخ لبخلتا عمن بلتة خيادة سوفيتاية يعني بداية التسعينات من قرن العشرين قليلة آها عولمتا من مبلتة خيادة سوفيتاية الاتحاد السوفيتي وبرخت قراوة قريرة وطقسة ترين قطبة من إلى ترين قطبة الولايات المتحدة الأمريكية وخيادة سوفيتاية الاتحاد السوفيتي قارخولا الحرب الباردة توا موجود بين ترين أقطاب التيو الكل توا أمريكا والاتحاد السوفيتي أكيد قليلة آها بثرة مبلتا انهيار الاتحاد السوفيتي مختيداخ وقليتة أغدن واثدية وبلغت دي قليلة مشقلة عولمتا تيلي مشقلة خرايا من مشقلة خمشقلة طوارة رش ملايا.